البداية من الأهرام المصرية. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بياناً بحجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل عام 2021. أوضح أن قيمة الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل بلغت نحو $1,550,000 عام 2021 مقابل $1,197,000 عام 2020، ودي بنسبة ارتفاع قدرها 29.5%. أشار الجهاز أن أعلى قيمة للصادرات المصرية تركزت في 5 دول إفريقية بنسبة 95.1% من إجمالي هذا التكتل، وهي السودان وكينيا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا. أما موقع القاهرة الإخبارية فنشر تقديم منظمة الأمم المتحدة وثيقة شكر لدور وجهود الدولة المصرية على الاستضافة والتنظيم المميز لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ. أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن سعادته البالغة بنجاح الأعمال التنظيمية التي قام بها الشباب المصري المتطوع. ومن البيان الإماراتية خبر إطلاق الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نحن الإمارات 2031، والتي تمثل الرؤية الحكومية للعقد القادم. قال بن راشد على حسابه بموقع تويتر أنه ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تم إطلاق نحن الإمارات 2031، والتي تمثل الرؤية الحكومية للعقد القادم. أما صحيفة الانتباه السودانية فاهتمت بمباحثات وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبد الله محمود مع سفير بيلاروسيا غير المقيم لدى مصر والسودان سيرجي ترنتيف، والتي ناقشت الملفات المشتركة بين البلدين في خطوة لتعزيز التعاون المشترك بينهما ورسم آفاق جديدة لما يحقق مصالح الشعبين. بحث الطرفان سبل التعاون في مجالات الطاقة والنفط والمعامل والبحوث والتدريبات والكهرباء، إلى جانب المجالات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة وصوامع الغلال والصناعة وغيرها، وذلك وفق بيان أصدرته وزارة الطاقة والنفط السودانية، وحصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.